الحقيقة يعني إني برغم الممارسات السلطوية للنظام وإمساك الرئيس بمفاصل المشهد بما فيها القضاء، لكن أتصور أن المحكمة العليا في تركيا كان لها صوادق إيجابية في التعامل مع بعض القوانين الاستثنائية التي حاول النظام تمريرها. يعني دعيني في البداية أقول أن السجون التركية تضم ما يقرب من 296 ألف سجين، وهي تحتل المركز الثاني في التصنيف بعد روسيا من حيث عدد السجناء الجنائيين. لكن اليوم هناك ظروف ملحة زي ضرورة تخفيف هذا العدد بالنظر إلى تفشي الوباء بشكل كبير في تركيا. العدد اقترب من 60 ألف مصاب، وحديث عن أكثر من 1300 حالة وفاة. وزير العدل أول من أمس أعلن عن وفاة ثلاث حالات داخل السجن. كل هذه الأمور أثار أنها مؤشرات خطيرة بتستدعي ضرورة إيجاد حل عاجل لهذا الأمر. القانون الذي تم تمريره في البرلمان بالأمس أثار استياء قطاعات واسعة من النخب السياسية، سواء في المعارضة أو حتى في بعض الأوساط حزب العدالة والتنمية، خاصة الجناح الإصلاحي، باعتبار الإصرار على استثناء السجناء السياسيين هو أمر في الحقيقة يخالف القواعد القانونية المعمول بها، خاصة أن بعض من هؤلاء ما زالوا قيد الاحتجاز بدون سند قانوني، بدون توجيه اتهام إليهم حتى هذه اللحظات. وبالتالي تصاعدت الانتقادات لهذا القانون ليس من داخل تركيا فقط، وإنما من منظمة العفو الدولية، من منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من الانتقادات، حتى من مجلس أوروبا وغيرها من المنظمات المسمى بأوضاع السياس. وبالتالي الإصرار على تمرير هذا القانون أصار أنه سيزيد من الصورة الذهنية السلبية في تركيا وإضعاف مأزق شديد. نعم، يعني من المعروف سيد كرم أن رئيس النظام التركي دائما ما يختلق الأعذار للقبض والاعتقال واعتقال يعني معارضيه. هناك كانت ذرائع عديدة، منها الانقلاب المزعوم وحتى دخوله أو تدخله في دول الجوار، ومنها احتلاله مناطق شمال وشرق سوريا. يعني صحيفة ألمانية تقول بأن هناك توقعات بازدياد يعني عمليات القمع والاعتقال في البلاد. ما هي الذريعة الجديدة من جانب النظام؟ طبعا هذا التوجه ربما سيستمر في الفترات المقبلة في ظل محاولة تأمين المشهد السياسي لمصلحة النظام، لكن المشكلة أن الاعتقالات والتوقيفات تكون في صفوف السياسيين والأكاديميين والصحفيين. رأينا في الأيام الماضية اعتقال عدد من الأكاديميين والنشطاء الاجتماعيين الذين تحدثوا عن الأرقام الحقيقية الخاصة بإصابات وفاة كورونا. هؤلاء تم اعتقالهم على الفور، وبالتالي هناك محاولة للمجال العام، وهذا النهج ربما سيستمر في الفترات المقبلة في ظل حالة الاستقطاب السياسي وفي ظل الممارسات الأحادية للنظام إزاء القضايا الملحة. طيب، هنا سيد كرم تحدثت عن بعض المنظمات، منها هيومن رايتس ووتش وبعض الجهات يعني التي قدمت منها تقارير، منها تصاريح، منها تنديدات، ومنها توثيقات حتى للانتهاكات من جانب النظام التركي. يعني هل كلها عبارة عن جعجعة بلا طحين، أم يعني هل من المعقول أن لا أحد أو حتى جهة يمكنه إيقاف النظام عند حده، أم أن ما يتم الآن كله برضا الجميع؟ لا، في تقديري أن هذه التقديرات أن هذه التقارير مؤشرة بشكل كبير، يعني خاصة الصادرة من الدول الأوروبية، والدليل على ذلك هو تجنيد متواضعات العضوية الخاصة بالحق تركيا بالعضوية الأوروبية على خلفية الانتهاكات المستمرة وتأمين المجال العام. هناك انتقادات شديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تضمنها صفحة وزارة الخارجية الصادر قبل نحو شهر، والتي تحدث بشكل كبير عن هذه الممارسات. أثار أن هذه التقارير لها تأثير كبير على صورة النظام في الوعي الجمعي الدولي، وأثرت بشكل كبير على مصالح كبيرة للنظام، أبرزها ما يتعلق بمسألة اللحاق بالاتحاد الأوروبي. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به، ضيفي من القاهرة الباحث في الشأن التركي السيد كرم سعيد.